شريان للحياة من جديد وأمل قادم لمحافظة تعز تمثل بشق طريق تعز الجديد الرابط بين محافظات تعز ولحج وعدن في منطقة برح المسيود بمديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج بتمويل مجتمعي بطول 137 كيلو متر، حيث سيسهم هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي في خدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم، خصوصا أن ميليشيا الحوثي قطعت الطرق ومنعت المواطنين من السفر أو التنقل بين المحافظات بيسر. طبعا الطريق هي تقريبا شريان الحياة، والطريق هذا هي تربط لحج وتعز وتربط تعز كذلك في جميع المحافظات إلى صعدة وإلى عدن وإلى ميناء عدن والعارة، وكل المحافظات الجمهورية هي مربوطة كذلك بهذا الطريق. هي نفس الطرقات الموجودة في كرش وفي الحد وفي يافع وفي هجة العبد وحيفان. مسار طريق تعز الجديد الذي بدأ العمل فيه مطلع فبراير الماضي قبل 6 أشهر تقريبا يبدأ من عزلة بني عمر بمديرية الشمايتين بمحافظة تعز، مرورا بمديريتي المقاطرة والمضاربة التابعة لمحافظة لحج، وصولا إلى مدينة الشعب بمديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث سيخفف المشروع من معاناة المسافرين مقارنة مع طريق هيجة العبد وطريق الكربة الصحية. يدش المرحلة الثالثة من أعمال الشق الأول للتوسعة في قطاع المسيود المجزاع الصنمة. مشروعنا الكبير والوطني العملاق كفيل بأن ينتشل هذه المناطق من عزلتها الحاصلة حاليا. هذه المناطق تزخر بكثير من الموارد البشرية والموارد الطبيعية، سيكون لهذا الطريق مفتاحا حقيقيا ومدخلا رئيسا لتنمية هذه المناطق وتحسين دخل مستوى الفرد. نعتقد أن هذا المشروع سيكون له أثر كبير على مستوى دخل أبناء المناطق المحلية وعلى مستوى المحافظات تعز ولحج وعدن. المواطنون عبروا عن سعادتهم بشق هذا الطريق الذي سيخفف من معاناة المواطن الذي تجرع ويلات الصراع وحرم من التنقل لمختلف محافظات الوطن بسهولة ويسر. قفل باب إذن وفتح آخر، كل ذلك نتيجة لتكافل الجهود التي كانت حائلا أمام مخطط الحوثي للقضاء على أبناء اليمن عموما ومحافظة تعز خصوصا من خلال الحصار والحرمان من التنقل بحرية بين مختلف مناطق اليمن.